السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده، سلسلة الفيديوهات دي، هنبتدي نحل مع بعض تطبيق بوسو، وده من أحد التطبيقات المهمة عشان ندرس الياباني. يلا نشوف مع بعض ليسون 1. أول حاجة هنا بيقول إزاي التحية في اليابانية، وده كلمة كونيتشوا معناها هلو. تعالوا نتدرب على ان احنا كده نسمعها. كونيتشوا كونيتشوا، نكتبها بقى. كونيتشوا كونيتشوا كونيتشوا. واتاشي وا ماريكو ديس. واتاشيوا يعني انا اكون، التعبير اللي هو واتاشيوا ديس. واتاشيوا means I و am و الاسم ديس. يعني مثلا اقول الواو ديس، دي تركيبة جرامر هنعرفها بعدين بقى. واتاشي واتاشي وا كين ديس. هو اسمه كين. كونيتشوا يعني اهلا، واتاشي وا الاسم ديس يعني اي ام. دلوقتي هنشوف مع بعض لسن 2 في تطبيق بوسو لتعلم اللغة الياباني. كونيتشوا قلناها. كونيتشوا. We say هاجمي ماشتي، nice to meet you when we start introducing ourselves. لما بنقدم نفسنا قبل حد الأول مرة، هاجيمي ماشتي زي تشرفنا. هاجيمي ماشتي هاجيمي ماشتي. ها ده حرف الها. الشي لما تتحط عليها الشرطتين دول تتنطق جي ومي، وبعد كده هاجيمي ما. ده الما والشي والتي، يبقى هاجيمي ماشتي. هاجيمي ماشتي. واتاشي وا ذات هي از كين، دي خدناها في الدرس اللي فات مراجعة عليها. يعني واتاشي وا ديس. هاجيمي ماشتي واتاشي وا تانيا ديس. دوزو يوروشيكو، بليز تو ميت يو. في الاخر لما بنقدم نفسنا لواحد وبعد كده بينحني له شوية. ليتس دوزو يوروشيكو. طبعا ده حرف التو، بس لما بنحط عليه الشرطتين يبقى دو. يبقى دو هنا دوزو يوروشيكو. هاجيمي ماشتي دوزو يوروشيكو. When we start introducing، دي غلط، هي when we finish introducing. دوزو يوروشيكو. False. كونيتشوا. هي هتقول كونيتشوا، هيقول لها كونيتشوا واتاشوا كينتس. هيقول لها هاجمي مشتي في الأول عشان لسه بيقابلها أول مرة. こんにちは. はじめまして。私はケンです。ケンさん、はじめまして。私はマリコです。どうぞよろしく。おはようございます。マリコさん、どうぞよろしく。